السلام عليكم قائد بحرية الحرس الثوري، قوتنا في ذروة الجهوزية لمواجهة الأعداء. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكثيري إن القوة البحرية الإيرانية هي اليوم في ذروة الجهوزية والاستعداد لمواجهة الأعداء. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن تنكثيري أشار في بطولات الشهيد نادر مهداوي الذي أسر ثم استشهد مع عدد من كوادر الحرس الثوري الإسلامي في مواجهة مع القوات الأمريكية في الخليج الفارسي في 7 أكتوبر عام 1987. وقال إن الأمريكيين كانوا يسعون لمرافقة السفن التجارية لدول المنطقة، وفي الوقت ذاته ضرب الأسطول التجاري والنفط الإيراني في مياه الخليج الفارسي، إلا أن الشهيد مهدوي والشهداء الذين كانوا بإمرته خلقوا ملحمة خالدة. وأضاف الأمريكيون تلقوا ضربة قوية من الشهيد مهدوي ورفاقه، وكان يتحيون الفرصة للتعويض عن ذلك، لذا فقد هاجموا بعدد كبير من المروحيات مجموعة الزوارق الحربية الثلاث للشهيد ورفاقه. وقال الأدميرال تنكثيري إنه في تلك المواجهة ألحق الشهيد ورفاقه خسائر جسيمة بالأمريكيين، من ضمنها إسقاط مروحية لهم. وأشار إلى منجزات القوة البحرية للحرس الثوري حول التركيب بين قدرات القوتين البحرية والجوية، خاصة في مجال الطائرات المسيرة. وأضاف القوة القتالية العالية المتوفرة لدى القوات البحرية للحرس الثوري نابعة من القدرة الذاتية والاعتماد على روح الثقة بالنفس لدى أبناء البلاد. في الأخير إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتوصل بالجديد، وشكرا.